تعالي يا بت، انتوا هي امدوا هنا، امدي يا اختي. وده ايه ده بقى؟ اخرسي تمدي وانت ساكته، ده اعتراف باللي انتوا عملتوه، مش هستخدمه ضدكم الا لو عملتوا حركه غدر، ومش هتقدروا تعملوا حركه غدر. وحياه كتفاتي، لا انتوا الاتنين مش هخلي ناموسه تعرف مكانكم. يلا امدي. خلاص يا ستر المأموره، دي اخر مره. وانا والله والمصحف اقسم بالله ما هعمل حاجه تاني بقى. من غير حلفان يا روح امك انت وهي، انت تقدري تعملوا حاجه في وجودي؟ لا. وانت يا بنت، ده جزاتي؟ قلت لابويا مات، قلت لك تعالي روحي عزي، ها؟ ده جزاتي؟ جنازه وهميه. خلاص يا ستر المأموره، ما انت رجعتيني تاني. من غباوتك يا بكحه، كنت عاوزاني اسيبك كده في الشارع؟ مفيش حكومه. والنبي يا ستر المأموره، ده انت لو حسيتي بيوم واحد بس باللي انا بحس بيه جوه السجن كنت عذرتيني في اللي انا بعمله. يا امانه انا جيت. الله 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 الله، مالك قاعده زي البؤساء كده ليه؟ الواد ده مهزقك ولا ايه؟ مالك؟ تعبانه يا ماما. من ايه يا حبيبتي؟ قلت اكلمك تقعدي معايا شويه. سلامتك، ما بتناميش من صوته، ما يحللوش الغنى غير الساعه 12 بالليل. مش عارفه يا ماما، ايه عندي صداع على طول. من ايه؟ وحاسه ايه؟ ايه 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 بترجعي ليه؟ اكلت حاجه عند حماتك؟ رجعي رجعي، انا بعرف. يلا يلا انا مستنياكي، خلصي اللي في معدتك كله. ايه محتاجاني؟ اه يا قلبي، هما صغيرين يرجعوا وهما كبار. يا بنت مالك؟ تعال اشطفي وشك بمي. تعال. قالت ايه البت دي؟ بموت يا ماما. الف بعد الشر عليك، انت لبستي خفيف يا بنت؟ لا. امال مالك؟ تعال يا حبيبتي تعال اساعدك. لا شكلك ماله كده؟ دايخه على طول. احس ان انا عماله ابص عماله ارجع. وعندي صداع. عندي صداع. لا سلامتك سلام. طب اديكي ايه اعمل لك يا نسول؟ اعمل لك بس حاجه غريبه قوي الاعراض اللي بتقوليها دي، لولا انك يعني متجوزه من فتره قريبه كنت قلت حامل. لا لا حامل ايه؟ لا 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 حامل. لا لا ما مش دلوقتي ان شاء الله. بس عينك عينك صفرا. لا وايه ده وشك؟ ايه يا بنت اوديكي للدكتور احسن؟ لا يا ماما لا لا ما فيش دكتور داعي. انا اعمل لك حاجه سخنه. استني بس. لا لا سخنه ايه؟ لا طب اعمل ايه؟ كويس امسي. مالك؟ لا هترجعي تاني؟ لا 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 غيري غيري. لا لا يجي لك جفاف من كتر الترجيع. بعد الترجيع يحصل ايه بقى؟ اسهال ولا ايه؟ لا لا ها يا دكتور تعبناك. معلش دلع بنات مش زينا، ده احنا كنا نتعب نغسل وشنا نخف على طول. خير خير ان شاء الله. خير مفيش اي حاجه يا فندم. مبروك امانه حامل. حامل؟ ايوه يا فندم. دي متجوزه من ايام بس بتحصل بتحصل. ايام ايه يا فندم؟ دي حامل في 4 شهور، ده الشهر الرابع. أربع شهور؟ أيوة يا فندم، ألف مبروك. يا ماما هفهمك يا ماما، والله العظيم ما عملت حاجة وحشة. أنا وكريم متجوزين من 4 أشهر على سنة الله ورسوله، ولما أروح هوريكي القسيمة بنفسك. ما تزعليش مني، انت مربياني وعارفه اني ما عملتش حاجه غلط، والنبي ردي عليا ما تسيبينيش كده. الله يخليكي يا ماما. خلصتي 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 ادخلي 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 ادخلي. رحمتكم فين؟ رحمتكم فين؟ روح فين يا رب منهم؟ روح فين يا رب؟ روح فين؟ اهو يا ماما هقعد اتجوز عشان تصدقني. مش عايزه اسمع صوتك. ايه ده؟
ايه في ايه؟ في ايه يا طنط؟ مراتك حامل. بجد؟ والله؟ ده أكبر خبر سمعته في حياتي. ده أسوأ خبر سمعته في حياتي. ليه بس؟ استعبط. استعبط. أمانة قالت لي على كل حاجة. كنتش أتخيل إن أنت بالحقارة دي. وليه الغلط ده بس يا طنط؟ غلط! غلط! لولا إن أنت جوز بنتي وبنتي حامل منك. كنت ضربتك بالنار او رميتك في الانفرادي. هو ده اللي اهلك علمهولك؟ تضحك على بنات الناس وتتجوزهم من وراء اهلهم؟ انا ما ضحكتش على حد، انا اتجوزت امانه على سنه الله ورسوله، واقسم لك بالله يا طنط ان انا ما لمستهاش الا وهي مراتي وفي بيتي. اسكت. تشتمي مين وتضربي مين وتعملي ايه؟ تروحي فين؟ تروحي فين؟ تروحي فين؟ بعد 5 شهور مراتك هتخلف، هنقول ايه للناس؟ مفيش غير حل واحد، الارض تنشق وتبلعكم، تختفوا. نختفي فين يعني؟ نعمل ايه يعني؟ اروح؟ اخرس اخرس. طب وشغلي ونجوميتك؟ نجوميه؟ نجوميه اهم من شرف بنتي؟ اعمل فيك ايه؟ شرب بنتي يا اخويا. بعد شويه بطنها هتبان، هحطكوا في اي داهيه تاخدكوا. اسمع يالا، ولا امك ولا ابوك ولا الدبان الازرق يعرف حاجه عن الموضوع ده، فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ عايز اسمعها. طيب هيوم يا حبيبتي، اوعى تفتكري ان انا جايباكي النهارده علشان اضغط عليكي او ااثر عليكي فكره جوازك من ابراهيم. لا، انا جايباكي النهارده عشان اقولك خلاص انا استسلمت وموافقه من جوازك من ابراهيم ده. بجد يا مومي؟ طب يا حبيبتي والله العظيم، والله العظيم ان انا ما كنت هعمل اي حاجه الا بموافقتك. شوفي بقى يا هيام، انا وافقت بس عشان ما تجيش في يوم من الايام تعتبي عليا وتقولي ان انا وقفت ضد سعادتك. بس انا واجبي كأم ان انا انصحك اوريكي الحقيقه. ابراهيم ده حفش. فكري يا حبيبتي، فكري شويه. انتي بتبصي تحت رجليكي، لكن امك حبيبتك ذات الخبره بتبص لقدام. وبقول يعني يا رب يا رب يبقى ظني مش في محله ويطلع عدل. صدقيني يا مامي، ابراهيم انسان كويس جدا، حد بيحبني وبيخاف عليا، وبعدين اللي بيني وبينه حاجات كتير قوي عمرها ما تكون بيني وبين اي حد تاني. احنا متفقين يا مامي وفاهمين بعض كويس ومصرين ان احنا يبقى لنا مستقبل وكيان كل الناس تحكي عليه. بس انتي يا حبيبتي لازم تكوني مطمنه. وهو البتاع ده ممكن يكون له مستقبل عدل؟ كتر بلا. مبروك يا حبيبتي، مبروك. محمود؟ محمود؟ لا، الدكتورة نور. عاملة ايه في البلك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا 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 يا شرف، طول ما ماما عايشة على وجه البسيطة انت ما تعيطيش ابدا. مفيش حاجة يا ماما. مفيش حاجة يعني ايه؟ امال ايه دي؟ دي مش دموع ولا مية دي؟ عامل نفسه ايه؟ غضبانه وساب البيت؟ بكلمه ما بيردش عليا يا ماما. عنه، سيبيه هيجي. هما الرجاله كده في اول الجواز من اي كلمه صغيره قد كده يعمل نفسه زعلان، وبعد كده ما تنام. لا، مراتي ما نكدتش عليا، نام. حماتي ما نكدتش عليا، بكره يتعود يا حبيبتي، بكره يتعود. يا ماما، ما حضرتك برضو جرحتيه قوي. جرحت مين؟ الجراح بتاع المشارط دوت؟ انا جرحت ده؟ ما عندوش دم. انا عملت ايه؟ طردته بس.
كان ممكن اديله بحاجه في مخه على طول، بس انا ما رضيتش. انسي انسي، كله بيطلع مع الغسيل. يا ماما يا ماما، حضرتك طردتيه بره الشقه وهو وافق يجي يقعد معانا هنا بناء على طلب حضرتك. اه يجي يقعد بادبه وباخلاقه. امه تيجي في انصاص الليالي تفتح بقها قد كده؟ ده كويس ان خليتها تنزل وبقها سليم، كويس قوي. طب الحل ايه؟ انا هروح. انت جننتي؟ تروح لمين؟ بنت نور تروح لراجل؟ راجل مين يا ماما؟ ده جوزي. وانا مالي جوزك مين؟ ما تروحلوش. انا امك حبيبتك، اسمعي كلامي، هيجي مجرجر. الراجل من غير واحده ست زي الشقه على المحاره، ناقصه تشطيب يا بنتي يا حبيبتي. انت لما تقابليه ويجيلك كده ان شاء الله يعني، او بعد الشر يعني، لما تتصالحوا يعني. محمود على المحاره، تعالى اقعد محمود، ناقص تشطيب. اهو كده اضحكي اضحكي يا نور عيني. طب اعمل ايه يا ماما؟ يعني انا هسيب محمود كده زعلان؟ هو ده صح؟ زعلان ايه ولا مش زعلان ايه يا بنت؟ الزعل ما بيموتش، والزعل للرجاله صح. اسالي امك. انا هضرك؟ امك هتضرك؟ ها خلاص، ده انت البكريه. هلاقيها منين ولا منين؟ من اختك ولا منك؟ اعمل ايه؟ اطفش منك اروح؟ اروح لمحمود؟ يا ماما اسكتي بقى. اروح لمحمود وامه الغلباويه؟ بس يا حبيبتي يا رب قدرني، يا رب عليهم، يا رب قدرني. حمل تقيل قوي. انا غلطت، ما كانوا قاعدين بنات حلوه كده، كان لازم يتجوزوني. موتي موتي موتي، معلش معلش. طنط انا قلت اطمن عليك وعلى بدر. بدر موجود؟ بينام بدري. طلعت مش تمام يا دكتور، ازيك؟ الحمد لله يا طنط. لما الامن قال لي ان انت اللي على الباب ما صدقتش، قلت سياده المأمورة اتنزلت وجات لنا؟ مع ان كلامك شمال، بس مش هرد عليك عشان انا في بيتك. مش تقولي اتفضلي. بيتك ومطرحك يا باشا، ده احنا نشيلك على راسنا. اتفضلي. هحاول اصدقك. في ايه يا محمود؟ ما كنتش اعرف ان انت بتتقمص بسرعه كده. من اول مشكله تنط من على المركب؟ يا طنط انا ما نطتش ولا حاجه، انا بس قلت ابعد شويه عشان ما اعملش مشاكل. يا حبيبي لو كل واحد ساب بيته عشان حماته هزقته، البلد كلها تبات في الشارع. تقدر تقولي على واحد من اصحابك حماته ما هزقتوش؟ معلش يا باشا، الدنيا كلها في كفة وابني لوحده في كفة، والكلام اللي اتقال وحش قوي ولازم له وقف عشان نعرف راسنا من رجلينا. رجعنا للكلام اللي مش تمام. قصدك ايه؟ ابني مش قاعد في بيت مراته عالة عليها، ده يقدر يسكنها في أحسن قصر فيك يا مصر بفلوسه. هو قاعد هناك إكراما لخاطرك واحتراما لطلبك. ما تخليكي محضر خير يا سعاد، في إيه؟ يبقى ما ينفعش بقى يتقال له ده بيت بنتي وانت نسيت نفسك والكلام البايخ اللي اتقال. بص يا محمود، انا مش هقول لك ان انا غير اي ام، ولا هقول الكلام ده. اللي انا عايزه اقوله عملته عملي. مجيتي عندكم في البيت وفي وقت زي ده اكبر دليل ان انت غالي عندي. والله انت اغلى من كل اجواز بناتي. ما تزعلش مني يا محمود، حقك عليا. العفو يا طنط، حضرتك مجيتك دي فوق راسي. تمام. محمود اعمل خاطر لحماتك، اطلع هات حاجتك وروح لمراتك. نور، عايز اقول لك كلمتين بيني وبينك، اتنين ستات وامهات. حطي ابني في عينيكي، انا ماليش غيره، ضيعت عمري عليه عشان في الاخر كده يبقى راجل ماله يدوم والناس تحترمه، وعمري ما هسمح اني اشوفه مش محترم، ولا عمري هسمح لاي حد في الدنيا مهما كان انه ما يحترموش. يا باشا، بمناسبه يا باشا، انا ما شفتكيش قبل كده. الف مبروك يا هيومه يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب واشوفك اجمل عروسه في الدنيا. اسكتي يا دودو، انا ما صدقتش ان مامي وافقت على الجوازه. انا اول ما وافقت قلت اكيد جرى لها حاجه، يا انفصام في الشخصيه يا انفصام في الشخصيه، ما هي اكيد كارثه. بس الحمد لله اللي يخليها توافق كده اكيد ان ربنا بيحبني. بجد كانت الجوازه عامله زي الولاده المتعثره. بس برضو مش هتكون زي جوازتنا وعداله، ده احنا شفنا ايام يا خرابي. فاكره ماما لما جبتك من شعرك قعدت تقول لك شواطير دي حاجه تتنسي؟ اهم حاجه في الجوازات اللي فيها حموات زي مامي ومامي عداله
الإصرار ويكون في حب حقيقي بين الطرفين، بعد كده أي حاجة بتعدي. جدع يا بنتي هيومة، بتفكريني بنفسي. المهم بس يكون إبراهيم ده إنسان كويس كده ويقدر يحافظ عليك. لا إبراهيم إن شاء الله هيكون اختيار كويس ليه، وإنت كمان لما تعرفه وتعاشره أنا واثقة إنك هتحبه. ربنا يسعدك يا رب يا روحي. أنا جايبة لك بقى الإنفيتيشن عشان تجيلي من بدري. انتي بتهزري اكيد، على فكره مش محتاجه اي دعوه، انا اصلا بايته معاكي، وفريني لحد تاني. طب خلاص ادي دي بقى لطنط عشان انا هكلمها بنفسي واعزمها. وبالمره عايزه اقول لك انا كلمت اخواتك وجوازهم. حبيبتي بقول لك ايه، خلي ماما هي اللي تتصل بطنط بنفسها عشان انت عارفه طنط يا روحي. ها ايه يا عمرو في ايه؟ انت عارفه طنط يا روحي دي مالها طنط؟ ان شاء الله ما تشوف مامتك. مالها مامته يا ست دودو؟ لا بقول لك ايه، ما تخلينيش اقلب عليكي قدام الناس. بس 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 انا اتهريت من شغل الحموات ده، كفايه بقى لحد كده. الله يكون في عونك يا عمورة. تاني يا هيام؟ بهزر معاكي يا دودو. حبت عروسة بقى وتلطفوا كده. طلع على اخوها. لا طلع على مامتها. ها؟ ايه ده؟ المفاجأة الحلوة دي؟ العميد نور بحالها هنا عندي في المحطة؟ لا دي مفاجأة. انتصار حمد بنتي حبيبتي، والله لو فتحتي قلبي هتلاقي نفسك فرشة وقاعدة في البوتين الأيمن. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. ولو إن فرشة دي لغة جرجير لكن مقبولة منك والله. يعني بس يعني أنا قلقانة، إيه الحب المفاجئ ده؟ طبعا أنا المرة الجاية هجيب لك دباديب دباديب دباديب. وعلى إيه ما أنت لابسة أحمر أهو؟ مش دبدوبة أنا دبدوبة. محتاجة يا قطة. طبعا مش أنت ماسكة عليا زي لا، لازم انافقك انافقك انافقك. اخص عليكي اخص عليكي، زي نور تقولي كده؟ ازاي تجرحيني وتقولي انا ازلك يا ماما؟ زي ماما عيب عيب. حبيبتي احنا بقينا اهل. إيه على فكره انت عارفه لما كنتيش جيتي كنت انا اللي هجيلك. عارفه ليه بقى؟ ليه؟ كنت هعزمك على فرح بنتي. الف الف مبروك هيام، دي محبتها عندي زي محبتي للمحطه بتاعتي. ان شاء الله يا رب جوزها ما يغيرهاش خالص. بس اوعي اوعي ما تجيش هزعل. لا اوعي تزعل. هتضرب على قلبي. لا لا نور هتضرب على قلبي بعد الشر عليك. اوعي تزعلي. عارفه ضربه القلب. لا بعد الشر. لا 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 اوعي تزعلي، زعل وحش عليكي والله. ايه ده ايه ده؟ اوعي يطلع في الميكروفون الزعل. استني استني هوريكي حاجه مهمه جدا هتفرحك قوي. اتفضل. ايه ده؟ شهادة استثمار؟ حاجة زي كده. ولا دعوة فرحك ولا ايه؟ ولا استقالتك دي؟ استقالتي لا، ده اعتراف من تفيدة ان الصور اللي انت بتهدديني بيها مزورة يا ماما، مزورة يا ماما. اخص علي. ايه الكلام الفاضي ده؟ انا يا عبيطة كنت بحذرك. بجد بتحذريني وانا عبيطة؟ كتر انا عارفه العزه المعزه، قصدي ان انت بتعزل. بس تيتا قالت لي اللي يعمل معاكي واجب يا تيتا تردهوله من غير زيطه. مزيطه دايما يا نور. مزيطه مزيطه. وبعدين بقى امانه في المشكله اللي احنا فيها دي بقى؟ انا مش عارفه اقول لماما ايه يا كريم. على فكره احنا غلطنا قوي لما اتجوزنا من وراها. يا سلام، انت بتغلطيني انا؟ الغلط اساسا من عندك انت لما تحملي وتفاجئيني. فين الغلط بقى ان شاء الله يا استاذ كريم؟ على فكره دي حاجه وارده بتحصل بين اي اتنين متجوزين. ما هو لولا حملك ده ما كانش موضوعنا اتكشف، وبعدين ما كانش لازم ابدا ان انت تروحي تقولي لامك. هو انا اصلا كنت اعرف منين اني حامل؟ انا اتفاجئت زيها عند الدكتور. يا سلام، ايه الهبل ده؟ يعني الاعراض اللي كانت عندك دي ما شككتكيش لحظه ان انت حامل؟ وحاجه زي دي يا هاني المفروض تيجي تقولي لي انا، مش تروحي بسرعه تقولي لامك. يا ابني هو نعرف منين؟ انا جربت قبل كده، هي لقيتني تعبانه فاصرت توديني عند الدكتور. وانت عارف ماما بقى لما تحط حاجه في دماغها. المصيبه دلوقتي ان انا مش لاقي مكان نسافر فيه. لو النبي يا كريم اتصرف والنبي حل الموضوع ده. اتصرف ازاي يعني؟ اضرب الارض اطلع بطيخ؟ دي حاجه تفلق. يا كريم استنى. يا استاذ امجد، حضرتك بقالك ساعه عمال تتنهد، يعني انا وشي شبر، يعني يا ريت يا استاذ تدخل في الموضوع تاني. استاذ احنا مش قلنا نرفع التكليف ده شويه؟ تكليف ايه يا استاذ اللي هنرفعه ولا نزقه؟ انا حضرتك قلت عايز تقابلني، انا قلت ده في حاجه مهمه، وبعدين حضرتك تلخص علشان انا مش فاضيه، انا ورايا زنازين عايزه اقفلها واتمم عليها. صدقيني يا نور،
وانا بتصل بيكي ما بحسش بنفسي، ببقى عايز اشوفك. الله 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 الله، انت ليه كده قلبت على شاب في ثانوي كده؟ لا خير خير، كمان شعرك، لا 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 كده كتير. حضرتك عايز تقول ايه؟ نور صدقيني، من ساعة ما شفتك أول مرة وانتي بتطردي الرجال اللي عايزين يقتلوا انتصار وشجاعتك يوميها، حسيت انك نوع تاني خالص من الستات، نوع انقرض ما عادش منه موجود حاجة، تغيير قوة شخصيتك. أيوة، وإحساسك تجاه أولادك، بتفكريني بالنمرة اللي بتحمي ولادها في الغابة. نمرة في فهد بي، يعني قصدي أمجد بي، يعني كلامك غريب. أنت شارب حاجة؟ لو شارب بص نص ليمونة تحت لسانك هتفصل وتتكلم كويس. صدقيني. طيب فاكرة يوم ما رحنا مع بعض رحلة الصيد بتاعت شرم الشيخ؟ صيد صيد ايه؟ ده احنا كنا في البحر الميت، ده انت ما اصطدتش سمكة، ديل سمكة ما طلعتهاش. طب بذمتك ما اتبسطتيش على الاخر يوميها؟ طيب نقول اتبسطت، ها اتبسطت. نور بلاش تقاومي احساسك وشعورك تجاهي، انا حاسس بيك. الله 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 الله، ده انت حلو كده، اوعى تشرب تاني، لا انت كده تمام تمام. انا غلطانه اصلا اني جيت اقابلك، لو عايزني اطلب لك العباسيه ديليفري اطلبها لك. نور نور استني اسمعيني، فهمتني غلط. وقلت له ايه؟ هقول له ايه؟ سبته ومشيت. هربتي؟ هربتي ده ايه؟ ده راجل كده مهووش في دماغه. يا سلام، بقى اللي يحبك ويخاف عليكي وعايز يتجوزك يبقى مهووش في دماغه؟ يا ماما يعني يتجوزني ايه بس؟ عارفة ده بيتسلى. يتسلى ليه؟ ناقصه ايه؟ عنده اوتيلات قد كده وبيشوف ستات اشكال والوان قد كده، ايه ملقاش الا انت يتسلى بيكي؟ امال هيكون في ايه يا ماما؟ يا ستي ده بيحبك عايز يتجوزك. حب ايه وكلام فارغ، انا كبرت على الحب ده. تصدقي انا مش عارفه مكان القلب فين، هو في الشمال برضو ولا غير مكان؟ شوفي يا نور، انا من خلال جلساتي معاكي قررت بقى انك لازم تعرفي الحقيقه. الحقيقه؟ هو انا عندي ايه يا دكتور؟ انا عندي تليف في المخ ولا ايه؟ لا يا اختي اسم الله عليك، انا هقول لك في الوقت المناسب. طب عندي ايه؟ انت عندك رفض 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 للذكوره. خضتيني، احسن دول الرجاله دول جرثومه، نبعد عنهم احسن. هو انا بفكر في الجواز تاني؟ مين اللي قال ان الرجاله جرثومه؟ انا بقول لا لا. امال الرجاله ايه؟ حرام عليكي. حرام عليا؟ هو انا عمري هفكر في الجواز؟ ليه ليه ما تفكريش في الجواز؟ وعلى فكره بقى انا عايزه اقول لك، رفضك للذكوره ده منعكس على ازواج بناتك. طيب اعمل ايه؟ العلاج ايه؟ يا بنتي انا قلت لك قبل كده هحاول اساعدك، حالتك دي نادره. طب يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه يا اخوات؟ طب انا اروح لمين؟ اروح لمين؟ يعني انت دكتوره، طب قولي لي اعمل ايه؟ يا بنتي اي شركه تقدر. شركه ايه وانا بصلح تكييف؟ انا مش قادره افهم يا ابراهيم، ايه حكايه الاعلانات اللي عماله تقل عندنا في المحطه دي؟ لا يا فعلا حاجه غريبه، رغم ان احنا بنقدم مواضيع في منتهى السخونه، ده انا قلت بسبب المواضيع دي هتجنن اعلانات من كل حته، بس للاسف مفيش ولا اعلان بيجي. الغريبة بقى ان انا بدخل على اليوتيوب الاقي ان نسبة المشاهدة عندنا عالية جدا لكن الاعلانات قليلة، وفي المقابل ادخل على محطة تانية برنامجها فاشل لكن بسم الله ما شاء الله الاعلانات قد كده. لا احنا بقى نعمل اجتماع مع مدير التسويق في القناة ونشوف ايه الحكاية دي بالظبط. La 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 la
ايه في ايه؟ تعالى يا اخويا اعمل لي احمد فؤاد حسن المايسترو. تعالى شوف ابنك فيه ايه ولا خدت بالك منه؟ ماله ابني عمل ايه؟ مالك يا كيمو يا حبيبي؟ وشك اصفر وعينيك زيغه كده ليه؟ مش عاجبني انت. حماتي يا امي ممرره عليا عيشتي وخانقاني. وبعدين بقى في الست ديت هي مش عايزه تتهدى عنك ولا ايه؟ ده ايه القرف ده؟ ما تستنوا يا جماعه بس، ما تستنوا اما نشوف ايه الموضوع بالراحه. فهمنا يا كريم يا ابني، عملت معاك ايه الست السوي دي؟ دي بتتدخل في كل حاجه في حياتي يا بابا، انا بجد اتخنقت، انا حاسس انها هتضيع مستقبلي الست دي. لا كله الا مستقبلك، ده ضيعت عمري كله وابوك ضيع شبابه وفلوسه عشان نعمل مستقبلك ده. ما تجيش يا تقطفولي كده فجأة، ده هروح فيها في مصيبة. ما تهدي بقى شوية بقى ما نشوف ايه الموضوع، ما احنا لازم نتفاهم بالعقل معاها. ما انت سامع بيقول ايه؟ يا لوزة الوضع اتغير دلوقتي، بقى في عيل في الطريق وده مالوش ذنب يا لوزة. اه يا كيمو ابوك عنده حق، ده لما شفت عروستك يا حبيبي ولقيتها ربع متر كده قلت يا حسرة، بس اول ما سمعت ان هي حامل بقيت بعد الايام عشان اشوف حفيدي عشان يصبرني على قصر العروسة. بقول لك ايه يا كريم، انا ممكن اسلط لك العيال اللي بيقفوا ورانا في الافراح دولت يضربها لك علقه زي الفل. ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتهبلتي؟ انت ناسه انا مامور سجن بحاله؟ انت عايزه تضيعي مستقبلي بجد يعني؟ انا يا كريم ده انا فديك بروحي. معلش يا فوتنا انا مش قصدي، وبعدين ما انا عارف معزتي عندي كويس. يا اخوانا احنا لازم نشوف حل مع الست دي عشان المواضيع ما تكبرش ازيد من كده. اه يا كيمو ابوك عنده حق، لازم نشوف لنا حل مع الست دي، نربط الامور كده من اولها لانها حبه حبه هتركبنا، اهم من الشغل تظبيط الشغل. هو احنا هنفتح مصنع تريكو؟ طب هو ايه الحل برضو؟ ما انا مش عارفه، هروح اضربها. ايه الحكايه يا استاذ نبيل؟ انا شايفه كده ان الاعلانات عندنا في المحطه كل يوم بتقل عن التاني. والله يا مدام انتصار الموضوع ده مش لاقي له اي سبب منطقي. لا هو في مشكله بس احنا مش قادرين نحط ايدينا عليها. مش عارف يا ابراهيم، ده حتى الاسبوع اللي فات ثلاث معلنين اعلنوا انسحابهم من عندنا بدون اي سبب واضح. يعني ايه بدون اي سبب واضح؟ اكيد في سبب. انا حاسس كده يا مدام انتصار ان في مؤامره معموله ضدنا. مؤامره ازاي يعني؟ افرض يعني نظريه المؤامره دي، لكن المؤامره دي من مين؟ من محطه منافسه مثلا؟ طب ايه قدرتها انها تقنع المعلنين ان هم يسحبوا الاعلانات من عندنا؟ والله مش عارف، بس اللي انا اقدر اكد عليه ان في حاجه كده مش طبيعيه بتحصل. اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب. سابيني ليه؟ سابيني ليه؟ بركب مترو بس عشان اوصل لك. اي قول له من الاول بقى، من الاول بقى. الا ما جيتي خدتي بنفسي شويه، تعالي قولي جمله، تعالي قولي كوبليه، مراني صوتك اللي هيقشف ده. وجوه ده ما خلصيش البطاطس؟ لما الراجل يجي هناكله ايه؟ مش مهم. بقول لك ايه، انا طول الليل قاعده بفكر في مشكله كريم اللي مع الوليه حماته ديت، ما لقيتش عندي غير حل واحد وملوش تالت. حل ايه يا بنت؟ حل ايه يا بنت؟ الهي ربنا يقصف وسطك، اوعي يكون حل زي اللي قلتيه واحنا قاعدين مع كريم، بادي جاردات ومطاوي، عايز تودينا الاسم يا بنت؟ ده حل ما حدش هيحس بيه خالص. حل ايه قولي؟ الشيخه رحبات القوسي. مين رحبات القوسي دي؟ دي شيخه سرها باتع قوي، واللهم احفظنا. مخاوية الجن. الله اكبر. اللهم احفظنا. الست دي يا بنت سرها باتع وواصله. زي ما بقول لك كده والله يا خالتي، دي بقى اللي هتخلي اللي اسمها نور ديت زي الخاتم في صباع كريم. إلهي يا رب يجعل في ايدك البركه يا ست. اسمها ايه؟ رحبات. يا ست رحبات، ويجعل الحل في ايديك يا رب. خلاص يا بنت نروح لها، نروح لها. انت
انت جايبانا فين يا بنتي يا مدهوله؟ تعالي يا خالتي، بس هما وصفوا لي المكان هنا. هنا فين؟ ده البيوت حتى ملهاش نمر. اهو اهو هو ده المكان اهو. تعالي. انتوا مين يا منير؟ يا لهوي. احنا يا اخويا عايزين الشيخه رحبات القوسي. الشيخه رحبات عزلت من زمان. عزلت 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 والنبي يا عمنا راحت فين؟ انتوا مين الاول؟ احنا 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 مين؟ احنا احنا قصدنا في مصلحه ومحدش في الدنيا هيقضيها غيرها. راحت التجمع الخامس، سكنت مع الناس الهاي. ايه اللي ايه التجمع الخامس ده؟ اسالي عليه. اسال عليه بيروح فين ده يا خالتي؟ التجمع الخامس ده فين؟ التجمع الخامس جنب التجمع الرابع، اوتوبيس 6 امشي قدامي. متشكين قوي يا عمنا، كتر خيرك. يا بنتي انت جايبانا فين يا بنتي؟ يخرب بيتك افتح حتى العينه بمطوه. خفيش يا خالتي احنا رجاله. امشي قدامي امشي قدامي، ادي اخرة اللي يمشوا على العيال. رقم 114. تعالي يا فتنة. اتفضلي يا حضرتك. تعالي يا بنت جنبي انا احسن نتوه. تحت امركم يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ عايزين نقابل الست رحبات. يعني حضرتك كنت عايزاها بخصوص ايه؟ يعني عايزينها كده في موضوع خصوصي. يعني حضرتك عايزه تفكي عمل ملبوسه؟ يا اخويا احنا عايزينها كده بذات نفسها هي هي. طيب حضرتك ده رقم 315. حضرتك هتنتظري هنا شويه لغايه ما يجي الدور على رقمك وانا هند عليك. بعد كده هتقابلي السكرتيره وهتكلميها في ملخص عن المشكله. بعديها ب 10 دقايق هتقابلي الشيخه راحبات. كل ده عشان نقابل ست رحبات ليه؟ معلش يا فندم. اتفضل اتفضل. معلش يا خالتي نستحمل، ما يجراش حاجة. مش شايفة الفيلا عاملة ازاي والناس اللي مشغلاهم؟ كل دول خير الأسياد عليها. ده 315، هنقابلها بكرة. يعدوا يعدوا. ايه الأخبار؟ هتدخل لحضرتك والدة المطرب كريم ناصف، اسمها لوزة، مطربة شعبية، عندها مشكلة مع حماة ابنها. حضرتي صور الواد كريم من على الفيسبوك؟ اه طبعا، صور حماته، صور مراته، صور الفرح كله والعائلة. برافو عليك. اديني 5 دقايق ابص على البروفايل بتاعه وما ندخلهم لي على طول. يلا. اوكي. مدام لوزة، مدام لوزة، يلا اتفضلي معي. الحمد لله دورنا جه. اه اه يلا. كتر خيرك يا حبيبتي، كنت فاكره بعد بكره. لا 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 يلا. الحمد لله. متشكرين يا حبيبتي. حبيبتي لما ننزل هبقى اشوفك. اوكي ماشي. يلا يا فتنة. مساء الخير. ازيك يا بنت يا لوز؟ في الباب وراك يا بنت يا فتنة، تعالوا. بسم الله ما شاء الله يا خالتي، دي عرفت اسامينا. معرفش منين. ويلكم ويلكم. ابني يا ست الشيخه، ابني. من غير ما تقولي انا شايفها متبهدل على ايد الوليه الماموره اللي اسمها نور عز الدين، عنده مشاكل معاه. بس انت لما جيتي عملتي الصح. عملت الصح؟ طب كويس، انا عملت الصح كويس. شحتوت يا ملطوط، فك كل مربوط. تعالوا. حاضر تعالي. ايوه يا ست الكل. مش دي الولايه الماموره؟ ايوه هي بعينها تنشك في معاملها البعيده. ايوه يا اختي، بس انت عرفتيها ازاي؟ ما تساليش كتير. دي صوره ابنك؟ ايوه، حبيب امه، قلب امه، كيمو. هو يا خالتي كريم. اقعدوا. حاضر اقعدي. هي الولية نور دي عندها فيسبوك؟ عندها ايه؟ هي عندها عربيتين واقفين قدام باب الفيلا سدين الشارع، بس احنا ما نعرفش ماركتهم ايه. يا خسارة، لو كان عندها فيسبوك كنت بعت لها العمل على البروفايل بتاعها، بس ملحوقة. انا بقى هديكي ازازة ترش منها على باب بيت ابنك. اول ليلة قمرية كل 3 ليالي لحد ما القمر يبقى بدر.
مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا ست، كله ثلاث ليالي والليلة قمرية والقمر يبقى بدر، فهمت؟ وتجيني بعد 21 يوم، واوعي تتأخري، أنا حذرتك. مش هتأخر، الليلة 21 هتلاقيني بايتة جوه العتبة مش على العتبة. أيوة كده. إن ما وريتك يا نور، إن ما خليتك تلفي حوالين نفسك. جالك اللي يهد حيلك ويقصف عمرك، جالك يا مستقوية يا مفترية. عامله ايه؟ انا مش 100 مره يا حبيبتي قلت لك ما تقوليش يا طنط. طنط دي بتكبرني. امال اقول لحضرتك ايه؟ قولي لي يا خالتي. بصي وتكوري الحته اللي فوق دي. بصي خالتي. خالتي؟ اه انت في معزه فتنه، فتنه بنت اختي واللي تتجوز ابني تقول لي يا ايه؟ يا حماتي. حماتي ايه في وشي؟ يا بنتي ده انا ابني دوت جايباه وانا عندي 14 سنه، خطفوني من الشارع جوزوني. قولي يا اختي ما كانوش لاقيين ياكلوني ولا ايه؟ ما تفهميش، انا لسه لغايه دلوقتي اون ستيج فنانه. اه طبعا هتقولي لي ايه؟ يا خالتي. خالتي اتشي يا مرات ابني. تعالي يا حبيبتي. ايه الظهر المتين ده؟ زي القمر. ميرسي يا طنط. يا خالتي الله عليكي، اتفضلي. حاضر. شعرك لا ده انا كنت فاكراكي من كده بوستيجة. لا يا طنط ده طبيعي. اه ما انا اتاكدت. اتفضلي حضرتك اتفضلي. ما شاء الله. منورانا يا لوزة يا قمر. انت ده انت يا حبيبي اللي بيتك منور بيك. كريم لا ماما لاش في الفراولة. عاملة ايه ده؟ ده جوافة. هاتي الجوافة. ده انا وشك. شكرا. اتفضلي يا حبيبتي. من يد من اعدمها يا حبيبي. طمنيني على بابا بقى، ما جاش معاكي ليه؟ قاعد في البيت مستني زبون يدفع له عربون، قال لي مش هتحتح من البيت. عشان كده. اعمل ايه؟ اعمل ايه مع الواد كريم ده؟ مش عارفة اوصل مع الحل. يا رب اعمل ايه؟ ما تقولولي قولولي يا رب. البيت خلاص بطنها قربت تبان. هنعمل ايه يا رب؟ هعمل ايه؟ طب احاسيس الكلب وحياة امك تسالي، اخلي صوتك ميوت، انا طلعانك. عمال يغنيلي انا قلبي في حبك مشروخ وكل ما بشوفك ادوخ. طب شوفني ودوخ بقى، وريني هتعمل ايه لما تشوفني. حاضر يا حبيبي. صدقي ماما حاضر. ماما يا اهلا يا اهلا يا اهلا. لوز اللوز هنا بالحب. وحشتيني وحشتيني. معقوله ما تعديش عليا؟ معقوله؟ لا تعالي فين؟ تعالي عندي. ده انا هاكلك صينيه عدس بالبشاميل تاكلي صوابعك وراه. انا بشاميل؟ لا صينية عدس بالبشاميل. لا انا لسه متغدية اصلي. خديها معاك. هلفها. تعالي بس. لا بعدين خليها بعدين. ازاي الاستاذ؟ استاذ مين؟ الاستاذ جوزي لفندي. جوزانا؟ بقى استاذ؟ بوس عدبيه لفندي. بيبوس ايدك يا ست الكل. سلمي لي عليه. الله يخليك. بوسهولي من هنا ومن هنا. ابوسهولك. اقعدي استريحي. حاضر. الكنبه دي مريحه ولا تقعدي فين؟ تعالي. لوز اللوز منوراني. خليك. حماتك واقفه ساكته. معلش. اشربي. انا بشرب اهو. الشعر الجميل ده. اهلا وسهلا. منورين. أهلاً. بركاتك يا رحبات.
اشمعنى يعني سي كريم ده هو اللي على الحجر؟ هو انت ما بتزهقش من النكت؟ طول ما انت قاعد فاضي وزهقان يا جماله يا حركاته يا تكاته مش هتنزل عنك ابدا مهما يكون. انا مش طايق اشوفي يا شرف، دي بتتدخل في كل حاجه في حياتنا. ايه يا عمرو في ايه؟ قبض على واحد من رجاله نبويه التمساح. دي اسرار من اسرار الدوله العليا. انت مالك بس يا حبيبتي؟ انت ازاي تخبي عليها حاجه زي دي؟ انا بيني وبينها مصانع الحداد، ده ما فيش فرح بلدي الا لما يختم بقفشه. ربنا يخلصنا من القراصنه الثلاثه اللي خدوكم مني.